السلام عليكم ورحمة الله، جمعتكم مباركة وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، أبدأها بأبرز العناوين. مئات الآلاف يحيون جمعة الانتصار لشهداء الكرامة. ساحات الحرية تجدد التحية لأنصار الثورة في ذكرى استجابتهم لنداء الشعب. قبائل خولان تشهر ملتقى السلام لتعزيز الأمن ودعم مخرجات الحوار. إلى التفاصيل. أحيا ثوار العاصمة صنعاء اليوم في شارع 11 من فبراير جمعة العدالة انتصارا لشهداء الكرامة ضمن فعاليات إحياء الذكرى الثالثة لمجزرة جمعة الكرامة. خطيب الثورة بصنعاء الأستاذ فؤاد الحميري قال إن جمعة الكرامة يوم الفرقان بين من تحصن بالسلاح وبشر بالموت ومن تحصن بالسلم والكرامة وبشر بالحياة. وأضاف الحميري إن إحياء جمعة الكرامة هذا العام يأتي في ذكرى انضمام الجيش للثورة ورسالة الجيش للفرعون بأنهم يتبعون الشعب للعائلة، مشيرا إلى أن الشعب لن ينسى دورهم في الانضمام للثورة والاستجابة لصوت التغيير. وأكد خطيب الثورة أن الإمامة التي ثار الشعب عليها ليست أشخاصا وإنما أفكارا ومضامين، وأن اليمني الذي رفع جبينه حتى قبلت الشمس لن ينحني مرة أخرى لدعاة الظلم والطغيان. وطالب الحميري رئيس الجمهورية بإنصاف الشهداء، كما طالب النيابة العامة والقضاء بسرعة القبض على الرئيس السابق. مبالغ فيه والشهداء قلة والله إلى الرئيس. أيها الرئيس، انتخبناك رئيسا لا شيخا. أيها الرئيس، انتخبناك رئيسا لا شيخا، وأردنا منك دولة لا قبيلة، وفوضناك لتحكم لا لتحكم، وانتظرنا منك عدلا لا عدالة. أيها الرئيس، أعطوا الشهيد حقه قبل أن يجف دمه، أعطوا الشهيد حقه قبل أن يجف دمه، حقه في دمه المسكوب وحقه في ماله المنهوب وحقه في حلمه المسلوب وحقه في أسرته وبيته المنكوب، ولا تسمحوا بقتله مرتين، مرة بسفك دمه ومرة أخرى بسفك حلمه. اقبضوا على العصابة، القاتل ياخذ عقابه، يا محكمة يا نيابة، اقبضوا على العصابة، الشاهد مأواه الجنة، المخلع يدخل في سجنه. كما وجه خطيب ميدان 11 من فبراير في العاصمة صنعاء عدة رسائل إلى أمهات الشهداء وأنصار الثورة وإلى رئيس الجمهورية. ورسائل اليوم نبتدئها بالرسالة الأولى في يوم الأم، وكل أيامنا يوم للأم، تحية وإجلالا وتقديرا وإكبارا لكل أم عظيمة، وكل الأمهات عظيمات، وفي المقدمة منهن أمهات الشهداء والجرحى والمعتقلين والمخفيين، وأمهاتنا جميعا أيها الثوار والثائرات، وعهدا منا لهن أنا على العهد باقون، وعلى الوعد وعلى الدرب ماضون، حتى نرفع الملامة
ونعيد لهن الابتسامة. أما الرسالة الثانية، في يوم انضمام أنصار الثورة، فهي لهم، لأنصار الثورة من جيش وأمن الوطن، ولحماة الثورة من كل قبائل اليمن. لقد سجلتم أسماءكم في سجل الخلود، ووضعتم بصمتكم في تاريخ الوجود، فكنتم للثورة زخما وللثوار حرما، ودفعتم الضريبة عرقا ودما، ولا زلتم تدفعون. وإن شعبنا الذي لا ينسى الخيانة لن ينسى أهل الوفاء والأمانة. والرسالة الثالثة إليكم أيها الثوار والثائرات، في ذكرى جمعة الكرامة، فإذا كان وراء القتيل من يثأرون، إذا كان وراء القتيل من يثأرون، فخلف الشهيد من يثورون. وإذا كان الوفاء للقتيل بالعفو أو القصاص أو الدية، فالوفاء للشهيد بتقدير التضحية وتحقيق الغاية والأمنية. أما رابع الرسائل فإلى الأخ الرئيس، رسالتنا إلى الرئيس، أيها الرئيس، انتخبناك رئيسا لا شيخا، أيها الرئيس، انتخبناك رئيسا لا شيخا. وإلى جماعات العنف وجه خطيب ميدان 11 من فبراير في العاصمة صنعاء عدة رسائل، داعيا إياهم إلى إلقاء السلاح وإفشاء السلام، مؤكدا أن النصر لن يكون لمن هزم وطنه. وتساءل الحميرية عن الفرق بين الحروب التي كان يوقفها علي بالتلفونات وحروب يوقفها علي بالرؤى والمنامات. يا جماعات العنف، يقول الله: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم فكيف تجعلونه عرضة لأطماعكم وشهواتكم. يا جماعات العنف، حين انضم أحرار الجيش ادعيتم أنهم يعسكرون الثورة، حين انضم أحرار الجيش ادعيتم أنهم يعسكرون الثورة، وها أنتم الآن تعسكرون الدولة. صدعتم رؤوسنا بالباسطين على الأراضي والعرصات، وها أنتم اليوم تبسطون على المدن والمحافظات. جننتمونا بالحديث عن الحروب الظالمة ضدكم، فهل حربكم في دماج أكشن أم غزوكم لهمدان بلاي ستيشن؟ يا جماعات العنف، لا يستخدم منطق القوة إلا من افتقر إلى قوة المنطق، ومن فشلتم في أن تقنعوه فأنتم أضعف من أن تقمعوه. يا جماعات العنف، من سرع انتفاشه سرع انكماشه، من سرع انتفاشه سرع انكماشه. ولو كان البقاء للعنف لعاشت الديناصورات للذر، ولو كانت السيادة للطيش لاستخلف الجن للبشر. يا جماعات العنف، لا تخافوا من الفصل السابع. يا جماعات العنف، لا تخافوا من الفصل السابع على سيادة الوطن، فإن كان الفصل السابع يعني احتلال المدن فقد سبقتموه، وإن كان الفصل السابع يعني قتل اليمنيين فقد كفيتموه، وإن كان الفصل السابع يعني تدمير المساجد فقد أرحتموه، وإن كان الفصل السابع يعني تسليم الوطن فقد سلمتموه. فلا تخافوا الفصل السابع ف
فقد طبقتموه. يا جماعات العنف، ما الفرق بين حروب يوقفها علي بالتليفونات وحروب يوقفها علي بالرؤى والمنامات؟ يا جماعات العنف، لا زال في الوطن متسع لاجتماعنا، ومهما بغيتم علينا فلا زلتم إخواننا، مهما بغيتم علينا فلا زلتم إخواننا، فألقوا السلاح وأفشوا السلام، فلم ينتصر من هزم وطنه، ولم ينهزم من تنازل لشعبه. وتذكروا، تذكروا، تذكروا أن جمعة الكرامة كان اسمها أيضا جمعة الإنذار. تذكروا أن جمعة الكرامة كان اسمها أيضا جمعة الإنذار. أحيا ثوار عدن اليوم بساحة الحرية بكريتر جمعة العدالة انتصارا لشهداء الكرامة. خطيب عدن هاشم عوض اليافعي قال إن ذكرى جمعة الكرامة جاءت هذا العام وقد تغيرت الأمور والأحوال، فمن كان يتصور في الأمس أنه كان حاكما أبديا ورمزا وطنيا وتبعا حميريا أصبح اليوم مجرما دوليا وزعيما إرهابيا ومطلوبا قضائيا. وأكد خطيب الحرية إن ثوار اليمن في مختلف الساحات سيمضون على درب الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم لأجل اليمن ولأجل التغيير الذي أحدثته الثورة في كل المجالات. كما وجه اليافعي رسالة إلى رئيس الجمهورية مطالبا إياه برفع الحصانة عن المخلوع وعائلته وعصابته وأخذ القصاص من قتلة الشهداء والقبض على المجرمين حتى ينالوا جزاءهم العادل. كما طالبه بتعويض أسر الشهداء والإسراع في معالجة الجرحى والإفراج عن المعتقلين. شهدت ساحة أبناء الثوار بالبيضاء حشودا ثورية كبيرة في جمعة العدالة انتصارا لدماء شهداء الكرامة. وعقب الجمعة انطلق المحتشدون من ساحة أبناء الثوار في مسيرة حاشدة للمطالبة بالقصاص لشهداء الكرامة وكافة شهداء الثورة ونزع الحصانة عن القتلة وتقديمهم للمحاكمة. شهدت ساحة أبناء الثوار بالبيضاء حشودا ثورية كبيرة لإحياء جمعة العدالة انتصارا لدماء الشهداء، والتي تأتي تزامنا مع الذكرى الثالثة لمجزرة جمعة الكرامة. ما زالوا إلى اليوم وفي جمعتنا هذه جمعة العدالة انتصارا لشهداء الكرامة، ما زالوا وما زلنا ننتظر اليوم الذي تقام فيه العدالة ويقتص فيه من القتلة، بل ما زال أولياء الدم وكل الثوار في الساحات وفي غير الساحات تأتيهم الحسرة إلى الحسرة التي كانت عند استشهادهم، وهم يرون أن المتهمين بهذه الجريمة البشعة ما زالوا أحرارا طلقا خارج أقفاص الاتهام. بل الأسوأ من هذا أن بعضهم ما زال يتبوأ مناصب في الدولة، وهذا أمر يحزننا كثيرا. ثوار البيضاء طالبوا بالقصاص لشهداء الكرامة وكافة شهداء الثورة ورفع الحصانة عن القتلة ومحاكمتهم وإنصاف أهالي وأسر الشهداء والجرحى وضمان تقديم الرعاية الكاملة لهم والبدء بإجراء استعادة الأموال والأراضي المنهوبة في الداخل والخارج. ومن ساحة أبناء الثوار نطالب بإقالة النائب العام ومحاكمة القاتل السفاح علي عفاش وإصابته الذين أجرموا بحق الوطن والمواطن والشعب. وعقب الجمعة انطلق المحتشدون من ساحة أبناء الثوار في مسيرة حاشدة مرددين الشعارات والهتافات المطالبة بنزع الحصانة عن القتلة ومحاكمة كافة المتورطين في إراقة دماء شباب الثورة. كما طالبوا بسرعة إطلاق المعتقلين معتبرين استمرار اعتقالهم جريمة أخرى وانتهاك لحقوق الإنسان.
مؤكدين استمرار الثورة حتى تحقيق أهدافها والوفاء للشهداء والجرحى والانتصار لدمائهم وتضحياتهم. نعاهد الله ثم نعاهد الشهداء اننا لن نتخلى عنهم ابدا وسنناضل حتى تحقيق اهدافنا. واكد ثوار البيضاء استمرار النضال حتى تحقيق اهداف الثورة الشبابية السلمية والوصول الى الدولة المنشودة التي قامت الثورة لاجل تحقيقها واسقاط المؤامرات والمشاريع الصغيرة كما سقط ذلك الجدار الهش يوم جمعة الكرامة. فهد الطويل، قناة سهيل الفضائية، محافظة البيضاء. كما أحيا ثوار تعز اليوم جمعة العدالة انتصارا لشهداء الكرامة أحياء للذكرى الثالثة لمجزرة جمعة الكرامة، مؤكدين أن جموع الثوار ستواصل مسيرة الثورة حتى تحقيق أهداف من ضحوا بأرواحهم في سبيل تحقيق التغيير وإسقاط النظام العائلي. وجدد ثوار ساحة الحرية بتعز التأكيد على المطالبة بسرعة محاكمة جميع المتورطين في قتل شباب الثورة في مختلف ساحات الحرية والتغيير، وطالبوا بإطلاق سراح المعتقلين وإنهاء عملية احتجازهم بصورة غير قانونية. وحيت جموع الثوار قيادة أنصار الثورة مؤكدين أن مواقفهم الوطنية ستخلد في التاريخ اليمني وستكتب بصفحات من نور، معبرين عن رفضهم لكل الممارسات التي تسيء لمواقفهم الصادقة مع الوطن والشعب. شارك الآلاف من أبناء محافظة إب في جمعة العدالة انتصارا لشهداء الكرامة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. العدالة انتصار لشهداء الكرامة شعار لجمعة الثورة بمحافظة إب، وهي واجب الوقت التي تأخرت ومضى عليها سنوات لينال المجرمون جزاؤهم جراء تلك المجازر البشعة التي ارتكبت بحق شباب الثورة العزل. خطيب الثورة عبد السلام الخديري أكد أن يوم الكرامة كان قاعدة انطلاق اليمن الجديد نحو المستقبل الخالي من الاستبداد والمشاريع العنصرية والعائلية. وبعد 3 سنوات من موقعة الكرامة ها هو الشعب اليمني ثائر مستيقظ يقاوم كل المشاريع المضادة المفزوعة من قدرتكم أيها الثوار في التغيير. بعد 3 سنوات يحز في النفس أن نجد القتلة والمتهمون لا زالوا طلقاء، ونجد ثوارا ما زالوا سجناء، لكنها مسيرة الانعتاق الطويلة، والثورة ستبقى مشتعلة لنهدم كل يوم جدارا أسودا ونزرع بدلا عنه وردة أمل وبذرة عدل. ويبدو أن من حسن حظ هذا الشعب أن تتجمع المشاريع السوداء في إناء واحد، بقايا النظام وبقايا الإمام، بقايا النظام وبقايا الإمام، ثنائي البلاء على الشعب اليمني، مما يحتم على الثوار مواصلة ثورتهم، لأن الثورة ليست إزالة أشخاص ليعودوا أمثالهم بدائل عنهم، إنما إزالة مشاريع سوداء واستئصال أفكار العبودية والاستبداد وبناء دولة المواطنة المتساوية والدولة المدنية العادلة. وأرسل خطيب الثورة عددا من الرسائل للدول الشقيقة والصديقة وكذلك حزب المؤتمر الشعبي العام. نقول لأشقائنا خصوصا رسالة من ساحات الثورة، لا تتعاملوا مع ثورتنا تعامل الضم أو الإلحاق بأي ثورة أخرى، لا تتعاملوا مع ثورتنا تعامل الضم أو الإلحاق مع أي ثورة أخرى، فلنا خصوصيتنا وأهدافنا كما لنا علاقاتنا المتميزة مع جيراننا وأشقائنا وأصدقائنا في العالم، وما يهمنا هو إصلاح وضعنا الداخلي وتصدير السلام للعالم. أما في الختام فلنا كلمتان، الكلمة الأولى لإخوتنا في المؤتمر الشعبي العام، لا تسمحوا للعصابات المسلحة أن تتدثر بحزبكم أو تجير إعلامكم لصالحها
فلقادتكم المؤسسين تاريخ نضالي مع الثورة والجمهورية يراد تشويهه عبركم، ولا يدفعنكم الخلاف الحزبي إلى الارتماء في أحضان أعداء الميثاق والجمهورية والوحدة. فالوطن فوق المكايدات، والعقل فوق العواطف، والعظمة فوق الجهالات. وعقب صلاة الجمعة هتفت الجموع الثورية للشهداء متعهدين بالوفاء لهم أبناء محافظة إب استمرارهم في الوهج الثوري السلمي وإصرار على تحقيق المطالب العادلة بإحداث التغيير في محافظتهم التي يرونها خذلت خلال العقود الماضية بتعاقب قيادات تتوارث الفساد والإهمال عليها دون أي إنجاز يلمسه المواطن. شهدت ساحة التغيير بمدينة الحديدة حشودا كبيرة في جمعة العدالة انتصارا لشهداء الكرامة. خطيب ساحة التغيير أكد أن جمعة الكرامة مثلت منعطفا هاما في تاريخ ثورة 11 من فبراير الشبابية الشعبية السلمية، ففي الوقت الذي ارتفعت فيه أرواح الشهداء إلى ربها تشكوه ظلم الظالمين وجور السلطان، كان نظام المخلوع يسقط مع كل رصاصة تطلق على رؤوس وسطور شباب الكرامة. وعبرت حشود الثورة في الحديدة عن تقديرها لمواقف قيادات وأنصار الثورة لانضمامها إلى مطالب التغيير، مؤكدين أن الحرب الإعلامية الشعواء التي تشن عليهم لن تستطيع تغيير تقدير الشعب لمواقفهم الوطنية. احتشد المئات من شباب الثورة في ساحة الحرية بدمت لأداء صلاة جمعة العدالة انتصارا لشهداء الكرامة قبل أن يخرجوا في مسيرة حاشدة جابت الشارع العام وطالبت بالقصاص من قتلت شهداء جمعة الكرامة وتعهدت بالانتصار لدمائهم. وأكد ثوار دمت أن جمعة الكرامة هي نقطة التحول في تاريخ اليمن الحديث، ولولا الدماء التي استالت في ساحة التغيير وخصوصا في جمعة الكرامة لما تحقق الهدف الأول من أهداف الثورة وهو إسقاط رأس النظام الفاسد. وكان خطيب ساحة الحرية بدمت عبد الجبار القعر دعا الرئيس هادي أن يكون أكثر يقظة ونباهة ضد من يعبثون بأمن واستقرار البلد ومقدراته، كما حيا ثوار الضالع مواقف الجيش المنضم للثورة الذي يصادف اليوم 21 من مارس الذكرى 3 لتأييدهم لثورة الشعب. أكد خطيب جمعة العدالة انتصارا لشهداء الكرامة بساحة الحرية بمحافظة حجة الشيخ شرف الكحلاني أن ثورة 11 من فبراير هي دليل على بقاء أصالة الشعب ورفضه للطغيان، مؤكدا أن سلمية الثورة أذهلت العالم داعيا إلى سرعة محاكمة قتلة شهداء الثورة في مختلف ساحات الحرية والتغيير. شباب الثورة بحجة من جهتهم طالبوا رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق تحمل مسؤولياتهم وفي مقدمتها القصاص لدماء شهداء ثورة 11 من فبراير وفرض هيبة الدولة وإرساء العدالة والمساواة ونزع سلاح الميليشيات. وعبر ثوار حجة عن افتخار بالمواقف الوطنية لقيادة وأنصار الثورة عن عسكريين أو من مدنيين وعسكريين ورجال القبائل، مؤكدين أن الشعب لن ينسى من وقف معه ومن ضل ضد إرادته وثورته. أقام إصلاح مديرية صرواح بمحافظة ذمار فرع الكرامة أو فرع ذمار الكرامة مهرجانا جماهيريا حاشدا بالمديرية إحياء للذكرى 3 لمجزرة جمعة الكرامة. رئيس الدائرة الاجتماعية بإصلاح مأرب أو مبارك الشليف شدد على محاربة التخريب مؤكدا أن آثاره السلبية تمس الجميع. من جهته قال عضو البرلمان الشيخ جعبة الطعيمان أن الثورة قامت لمناهضة حكم الفرد والعائلة وما زالت مستمرة حتى تتحقق كافة أهدافها، فيما طالب الأستاذ عبد الله الصالح الجميع بالعمل سويا لتحقيق أهداف الثورة الشبابية. وألقى الشبل أحمد زبن الله الصالحي كلمة أبناء الشهداء والجرحى التي أكد فيها على المضي قدما على درب الشهداء، وطالب بسرعة محاكمة القتلة وإنصاف ذويهم.
بمناسبة ذكرى انضمام الجيش اليمني للثورة الشبابية الشعبية السلمية، قام صباح اليوم عدد من شباب الثورة بالعاصمة صنعاء بنصب تذكار الجندي المجهول في ميدان السبعين. كما قام شباب الثورة بتكريم عدد من الجنود والضباط في الجيش اليمني والأجهزة الأمنية في عدد من مناطق العاصمة صنعاء. وقال شباب الثورة إن تلك الفعالية جاءت من باب رد الجميل لمن وقف مع الشعب وانحاز إلى جانب ثورة الشباب التي أطاحت بالظلم والاستبداد. ولقيت المبادرة الشبابية ترحيبا واسعا من قبل الضباط والجنود، وأكد الجنود لشباب الثورة على استمرارهم وحمايتهم مكتسبات ثورة 11 فبراير. أشهرت قبائل خولان اليوم الجمعة ملتقى خولان للسلام ودعم مخرجات الحوار الوطني برعاية رئيس الجمهورية وحضور محافظ محافظة صنعاء ومدراء مديريات خولان وجمع غفير من المشايخ والشخصيات الاجتماعية والمواطنين. وأيد الملتقى كل الخطوات التوافقية التي تمت بين المكونات السياسية في خولان لإعلاء لغة التوافق والأخوة، وقطعا للطريق على من يحاول إثارة الضغينة بين أبناء خولان. وطالب الملتقى باعتبار منطقة خولان محافظة مستقلة لاكتمال المعايير الجغرافية والسكانية والإدارية لمقومات محافظة وضمها إلى أو مع إقليم سبا. وأدان الملتقى كل حوادث القتل والاغتيالات والحروب تحت أي مسمى، واستنكر الخطاب الإعلامي غير المسؤول الذي يعمل على تأجيج الخلافات. كما أدان ما تتعرض له أنابيب النفط وخطوط الكهرباء من اعتداءات تخريبية تضر بالاقتصاد وتسيء إلى سمعة أبناء القبائل. استهجن مصدر مسؤول في التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة صنعاء الاختراق البائس للتوجه الإعلامي الذي تمثله وكالة الأنباء الرسمية سبا من قبل بعض العناصر التي لم تقطع صلتها بالماضي البغيض، والتي قامت مساء أمس بتحريف متعمد لتصريح رئيس لجنة تنفيذ قرارات اللجنة الأمنية العليا المتعلقة بإنهاء التوتر في مديرية حمدان الشيخ علي الغشمي في محاولة لخلط الأوراق وقلب الحقائق التي أصبحت واضحة وضوح الشمس، وكرد فعل يائس من تلك العناصر إزاء الفعاليات التي يقوم بها أبناء الشعب اليمني من أقصاه إلى أقصاه لإحياء ذكرى جمعة الكرامة. والمصدر إذ يثمن الموقف المسؤول للشيخ علي الغشمي والذي صحح ما كان نسب إليه من تصريح مساء أمس، ويشيد بالجهد الذي بذل من مسؤولي الأخبار في وسائل الإعلام الرسمي التي صححت ما نشر، فإنه يأمل أن يتم التحقيق فيما تم من تحريف ماكر لتصريح الشيخ الغشمي وإحالة من قام بهذا العمل المشين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. أثار تفجير ميليشيات الحوثي لمدرسة طارق بن زياد ودار القرآن الكريم بالصرم محافظة عمران استياء شعبيا واسعا، ووصف المواطنون تلك الأعمال بالجريمة بحق الأجيال كونها تستهدف تجهيل الشعب وإعادة خلق ثقافة القطيع التي ثار عليها اليمنيون منذ 50 عاما. كانت هنا مدرسة، كان هنا علم، كان هنا طموح وأمل في مستقبل أفضل. دفن كل ذلك تحت هذه الأنقاض والركام، فلم يعد أمام هذا الطفل الذي كانت الفاجعة أكبر من سنه إلا البحث بين بقايا بناء متهاوي عن بقايا كتب مطمورة كانت في يده يوما ما.
ووثائق شهدت له بالنجاح، لكنها اليوم تشهد على حجم الجريمة وهول المأساة التي تعرض لها هذا الصرح العلمي على يد أعداء العلم والمعرفة. معاناة الطلاب في هذه المنطقة، حيث أنهم يعني الكتب طائرت وال يعني طارت شهادتهم، كتبهم ملازمهم يعني طارت عليهم السلام، والآن ناشد الوزارة بأن تجد لنا حل سريع، والناشد الدولة بأن تنزع ميليشيات الحوثي من هذه المنطقة، حيث ما زالوا مستحلين هذه المنطقة ومعاهم نقطة ومستحلين أحد المباني في هذه المنطقة. طارق بن زياد اسم لفاتح إسلامي نشر الحق والنور في أصقاع بعيدة من الأرض، فسميت هذه المدرسة باسمه، وها هي اليوم تصبح أثرا بعد عين، كتب تختلط بالركام وعلم جمهوري ممزق كان يرفرف عاليا فوق سارية المدرسة يحييه الطلاب كل صباح. فانتقم منه أعداء الجمهورية الذين لا يرون أن شيئا يستحق الارتفاع غير صرخة الموت التي ينعقون بها. الصرح العلمي، الصرح العلمي مدرسة زيد وطارق بن زيد، والله إنها عار على كل في جبين كل مسؤول في هذه الدولة أن تنسف مدرسة كم ثلاثة أدوار بهذه الجريمة. هذه الأسلحة التي كانت يبحث عليها الحوثي داخل في المدرسة. يتساءل الناس هنا، إذا كانت البداية التي يريدها الحوثي لبناء دولته بتفجير المدارس ودور القرآن والعلم الشرعي، فيا ترى كيف ستكون النهاية إذن؟ وأي دولة تبنى على أنقاض العلم والمعرفة؟ وسؤال آخر يردده الناس هنا، فكل اقتحام أو غزو أو تفجير تقوم به ميليشية الحوثي تسوق له مبررات بعد وقوعه، لكن تفجير مدرسة تكتظ بطلاب العلم لا مبرر له إلا الحنين لعهد الجهل الذي انتهجه أسلافهم ممن رمى بهم الشعب في مزبلة التاريخ. أتم الهجوم عليه من قبل الحوثاء الذين يدعون أنفسهم أنصار الله، وقاموا بتفجير المبنى تفجير كامل، وهم يدعون أنه يوجد فيه مخازن أسلحة مع أنه لا يوجد فيه إلا طلاب من الصف الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، يعني الصفوف الأساسية، تحت مسمى أنه يوجد سلاح، وسلاحهم كلام الله وسنة النبي، الكتاب المدرسي هو السلاح الذي يتخوفون منه. إذن هي مسيرة واحدة يلتقي فيها سابق الطغيان بآتيه، اتكاء على الجهل وعداوة واضحة لنور العلم الذي سيكون نتاجه الطبيعي رفض الاستبداد والتطلع إلى الحرية والكرامة والمساواة التي لا سيد فيها ولا مسود. مشاهدينا الكرام، لم يبقى إلا التذكير بأهم ما جاء في هذه النشرة من أنباء. مئات الآلاف يحيون جمعة الانتصار لشهداء الكرامة. ساحات الحرية تجدد التحية لأنصار الثورة في ذكرى استجابتهم لنداء الشعب. قبائل خولان تشهر ملتقى السلام لتعزيز الأمن ودعم مخرجات الحوار. ختام النشرة، دمتم ودام الوطن بخير، في أمان الله.